ما بتشرب نيتا أمباني زوجة أغنى رجل في آسيا إلا من أغلى المياه في العالم. أكوا دي كريستالو تريبوتو أمو دي جلياني زجاجة مياه بتتميز بكونها مزيج فريد من مياه الأنهار الجليدية في أيسلندا ومياه الينابيع الطبيعية الجاي من فرنسا وفيجي المعروفة بنقائها، ما جعل منها أغلى زجاجة مي معبأة في العالم بسعر بيوصل $60,000 للزجاج الوحدة. فشو يلي بيميز هاي المي ذات السعر الخيالي؟ بيلعب التصميم الفاخر لكل زجاجة دور مهم في التسعير، فالزجاجة سعة 750 ملي مغطاة بالذهب الخالص عيار 24 إيراد. هذا من جهة. من جهة تانية صمم هاي الزجاجات الفاخرة المصمم العالمي فرناندو ألتيميرانو يلي اشتهر بتصاميمه الأنيقة التي تدرج ضمن قائمة أغلى الزجاجات في العالم. ما بتتوقف فخامة أكوا دي كريستالو عند التصميم بس، بل بتمتد لمكوناتها، حيث بتحتوي كل قطرة ماء على 5 جرامات من الذهب عيار 23 إيراد، مما يضفي عليها خصائص قلوية، وبيقال إنها بتوفر طاقة فائقة وبتحسن من نضارة البشرة. هل تستحق هاي الزجاجة الثمن الذي يدفع فيها في المزادات؟ للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.